الثوار اللي حصل في دارية هو ما هزيمة لدارية. يخرج الأهالي في مدينة صقبة في الغوطة الشرقية ومن أكثر من منطقة يتجمعون هنا ليعبروا عن سخطهم لما حصل في دارية، ليعبروا عن انزعاجهم لتخاذل الفصائل في دمشق وريفها وفي درعا وفي القنيطرة، ليقولوا للعالم أن دارية في قلوبهم وما فعله القادة لا يعبر عن آراء الأهالي المتضامنين مع أهلهم وإخوانهم في دارية الصمود. كما نلاحظ مظاهرات غاضبة تندد بما حصل في مدينة دارية، ويطالبون المتظاهرون الفصائل في ريف دمشق وفي درعا بالتحرك مباشرة، لأن البراميل التي كانت تسقط على دارية ومئات القذائف سوف تتحول إلى الغوطة الشرقية وإلى درعا.